قادر أصدق عليا. اتفضلي سعادتك. يا ألف أهلا وسهلا، يا ألفين مرحبا، يا 3000 هطل. يا سيدي خلاص يا سيدي، أنت بتنزل الباص قوطة، خلاص. الليمب أفندي، ما تتصورش الضنين اللي عشته بعد إصابتك بالطلق الناغي في صدرك. لا أنا ما الرصاصة ما جاتش في صدري، ما جاتش في الصدر، ده هو ضربني بالبندقية وعالجها في صدري، بس هي سمعت في صدري. بقول لك أنا كنت، لا كفاية، مش من الضرورة إنك تتحرك. أنا كنت عايز أبوس إيديكي وأبوسك وأشكرك على اللي أنتي بتعمليه معايا ده. أنت منهك ومحتاج ترتاح. منهك ومحتاج ترتاح؟ صحيح أنا إيه اللي جابني المكان ده؟ مكان عفن، ومن الراجل المقاول اللي واقف ده؟ عرفتك على فكره، على عايز اقول لك ولا حاجه. يعني الراجل اللي واقف ده بشكل الاشكيب ده بيحرض ولاده وبيستغلوكي عشان تجيبوا الوز والبط ويعيش على قفاكم، خلي بالك. الحكيم قال كده، الحكيم قال انه محتاج ياكل طيور علشان يبطل خطرفه. مين ده يعني؟ ده ابويا يا لمبي فندم. الجنايني؟ بس ما تقولش جنايني. ايوه يا ابني، الحمد لله على السلامه، ربنا يهديك. بقول لك ايه، انا جعان. يا حرام، انتوا ما بتاكلوش يا ريس عبد الواحد، ما لكمش حق. مين قال كده؟ عارفه جلالتك الطيور اللي بتبعتيها كلها، الفراخ والبط والوز والحمام، اكلهم كلهم. طب اسالي البيض فين؟ فين البيض؟ على العموم يا لمبي فندم، ايوه انا جايبه لك حاجه هتحوز على اعجابك. ايوه ايه يا ترى؟ جابها لي كندبيط؟ لا ليبيا؟ لا. امال ايه؟ دي حاجه شهيه خالص. اغني خدام. الواد ده خدام اصيل. اتفضل يا لمبي افندي، طعميه. لا والنبي، جابها لي طعميه؟ سنين وانا بسمع عنها، قلت افاجئك. سنين بتسمع عن الطعميه؟ انا سنين بقى مفروض مع الطعميه. دوق الطعامة. حقيقي عجبتك؟ بخا هجيب لك كمان. هي ايه، خفيفه شويه ولا ايه؟ انت تعرفوها اكتر مني. شيء جميل اني قدرت اجلب السعاده لقلبك. هو انت جلبت السعاده لقلبي وبس؟ ده كفايه دي، جلبت الحموضه على جهاز العظم كله. ايه ده، حتى عض في ايدي اهو اهو. شاهد الطعميه تقول لي وز ولا بط ولا فراخ ولا حاجه مني. بقول لك ايه، اسمه سميره. انا في حد قاعد جنبي هنا عايز اعرف مين ده، لانه تقريبا سمع كل اللي احنا بنقوله. يا في حد، في حاجه عندها؟ ها؟ الازمه؟ جبت الازمه. أنا سعيد أوي ومبسوط أوي، يعني عشان أنت نجتيني وشفتيني وبنت جدعة بصراحة. إيه تطلب المرأة غير حب مجرد من كل غاية؟ حب مجرد من كل غاية إزاي؟ على فكرة أنت حلوة أوي، ويعني عندنا في المنطقة بتاعتنا بنسمي البنت الحلوة أوي بنسميها مزة. الحقيقة واضح إن الطيش تسلط علينا. البنت دي كانت عبيطة وصغيرة ولا إيه؟ أوهو لمبي أفندي، انشي أنا مهنك القوى. أجيب لك كونسولتو؟ لا الكلسون حلو بس ضيق شوية عليا. أنت لازم تسافر حلوان تغير هوا يومين. مش عارف، أنا حاسس كده ناحيتك فيه حنان. حنان؟ أنا بعيش أرق عطفة عشتها في حياتي. أيوة، بقولك إيه؟ أخبار أخوك يوبلتس إيه؟ أحب أقولك إنه حائل بيني وبين السعادة، وكل يوم يرجع البيت سكران وريحته تخمر مجور عجين لدرجة إنه تهكم عليا بكلامه امبارح.
مش عارف الواد ده كان بياكل الزباله اللي موجوده في قلب القصر عندكم ولا ايه. المهم ان انت اهنتي. طبعا اهنته وقلت له يا دون الدون يا اوحش ما يكون. برافو عليك انك مسحتي بالارض يا توني التون دي. خلينا نغير الموضوع الوحش ده. انا حاسه ان مزاجي النهارده منحرف شويه. أيوه. تعال نركب العربيه. اوعى يا ابني اوعى يا ابني اوعى. اطلعي على اقرب حداد عايز اشيل الكتف ده. هو اخويا الدراع رجعني بدل 3 سنين. يا عريفة سلام اتعشى بيك. اتعشى سلام اتعشى بيك. يا ابويا يا غلع الغلاسه دي يا غلع. انت ده انت سليم قوي. ايش سلام اعوذ بالله اتعشى بيك. يعني انت هل تفتكر بايش بتاعتك اللي انت بتقولها دي في حد هيديك حاجه؟ ده هيكرهوك الناس. بلاش غلاسه خلي يبقى ليك طله. انت ايه ثقيل؟ في حد بيضحك كده؟ ايش سالم يا غدا اسكب ببقك وبوشك اللي بتاع ابن عمك ده. ايه يا عم المتسول؟ الله مش فاضي انا هتقعد تقول لي ايش ومش ايش. عندي كنز وهم وعندي جدي هريسه بدور عليه مش لاقيه يا اخي. مش ناقصاك بقى لقيت ده كنز جد اسمه هريسه. انت مين؟ انت مين؟ انت اللي مين يا عم؟ انت بتصنع التسول؟ يا غلس والمصحف غلس. مسائل كان لازم اساله هو مين واشوف العلامه. تعريف يا سلام اتعشى بيك. ايه الضحكه الخنيقه اللي انت بتعمليها دي؟ اوعى تكون يا لمبه فندي بتقلس عليا اوديك الكراكون. لا طبعا انا ما اقدرش اخلص عليك خالص. مالك يا علي ما بتكلمش ليه؟ سهران طول الليل اعاني من ارق شديد. ايوه كان عنده ارق. عنده ارق شديد. انا كمان الدنيا مشسه يا عيني. انما انت يا علي ما بتنامش ليه؟ عندي سهاد. عنده سعاد. عندك سعاد يا راجل؟ عيب عليك. امك وابوك الكبار دول يعني مش حرام ان انت تستقبلهم؟ اي نعم امك ميته ومش واخده بالها بس ينفع تاخد سعاد وتخش عليهم وهم من اليمين؟ عندك يا لمبه فندي انا انأى عن فعل اي افعال مشينه زي دي. وكمان مشيره يعني سعاد وقلنا ماشي وتروح لها كمان مشيره وفي وشها؟ عيب بقى مش قدامها. علي ابن رئيس عبد الواحد رمز للوفاء. اتفضل يا عم اديها عرفت علاقتك بالوفاء. اعذرني يا لمبه فندي انا مش فاهم مقصدك. على فكره الواد ده شكله طمعان في ثروتك. لا يا لمبه فندي علي صاحب قلب صادق ومن الصعب انه ينشري بالفلوس لان وجوده اصبح نادر. نادر؟ اتفضل الله عرفت عليك نادر يا عم عشان انت تعرف سعاد ومشيره هي من حقها انها تعرف نادر كمان. لمبه فندي ايوه تسمح لي اسالك سؤال ولو انه مش ديليكا؟ لا انت تسالي اي سؤال في الديليكا في البلاكار في اي حاجه اسالي. انت ايه احساسك وشعورك تجاه الغرام؟ لو ان انا مش فاهم ومش عارف هقول ايه بس الاحساس بيقول على حسب المثل القديم بتاع زماننا اللي هو دلوقتي في قلب الزمن ده بيقول لك ايه؟ ابوح يا ابوح كلب العرب مبوح. كلب؟ الكلب اللي هو هنا هو ده قلب. نعم؟ قلب. ايوه قلب. هي بتاخد الدواء قبل ما تنزل ولا لا؟ دي ارق ضحكه شفتها في حياتي. يلا بقى خمسي بقى واعملي واي عبط بالضحكه الغلسه اللي بتعمليها.
أنا استحيل أوافق على جوازك من علي بن الجنايني، لكن أنا شغوف بيها، ودي أرق عاطفة شفتها في حياتي. ومين وصل لعلي إني هتجوز علي؟ إيه؟ أنا هتجوز الإنسان اللي ضحى بحياته عشان ينقذ حياتك يا علي، الإنسان اللي كل يوم جرحه بيقطع في قلبي، الإنسان اللي وهب لي السعادة اللي كنت فقداها. أرجوكي أرجوكي ما تكمليش. الليمبي يا فندم. ليمبي؟ حد كان يصدق كده؟ ليمبي مين؟ أبو مين ده؟ مش مهم هو مين، ممكن يكون من أصل متدني، المهم إني حسيت تجاهه بعطف سيطرت على شغاف فؤادي. أنا أعتقد إني أشعر بحبه. يعني يا إنجي اصرفي نظر عن الجوازة دي، يبدو إن الليمبي استطاع التأثير عليك. لا يمكن أتراجع، أنا خلاص هكتغم بالليمبي فندم. طب وحبنا يا إنجي؟ حبنا يجب عليك يا علي أن تشعر بشعوري وتسعى لإسعادي. أعذرني يا علي. أنت بتعايريني عشان أنا ابن الجنايني. هل ذكرت ليك سيرة والدك يا علي؟ الرئيس عبد الواحد أهمل الجنينة لدرجة إنه الورد دبل وأصبح حزين. كنت أتمنى إنه الليمبي فندم يكون عنده والد يكون بديل لوالدك. لا ست خو، أنت غاوية أولاد الجنينية ولا إيه؟ مش أفضل من إنه يكون خباص وليلاتي سكير؟ أنا هغشم راس اللي اسمه الليمبي ده، حيث كده أنا موافق على جوازتك من علي بن الجنايني، إنما الليمبي جمال. أنا خلاص أعطيت كلمة للليمبي فندم. أرجوكي تراجع يا إنجي، تراجع، وأنا أوعدك إني أتوظف بالبكالوريا وأوقظ نبوغي وأحقق مجدي. يا إنجي الليمبي ده دون فشوش، ولا عنده أطيان ولا عنده أراضي. بالنسبة للأطيان والأملاك ما هي إلا مظهر براك، إنما الركع على الأخلاق. كده كده. طب اتفضل على أوضتك دلوقتي. مساء الخير. طب وأنا أنا مين اللي هيروحني؟ أنا كنت أتمنى أوصلك، بس أنا عايزك في كلمتين على الفراد الأول، بعدين هبعت الشوفير يوصلك. تعالى. أنا أطمر للليمبي كل الحقد. وكل دي كمان، افتح بقك شوية. أصل البق صغنن. بس كفاية بقى، لحسن المسانة اتملت عندي. خلاص. لا قولي لي يا إنشي، هو أنت فين بابا وفين ماما؟ فرش ولا إيه؟ أنا ماليش حد أرتكن عليه. حد ترتكن عليه؟ ليه أنت واخدة إزالة ولا إيه؟ أنت بتضحكوا ولا بتغلسوا عليا؟ ياما ناس بيضحكهم وقلوبهم دامية. القلب الصغنطة ده لسه حدا يكون في بامية أبدا. أنا لازم أمشي بقى. لازم أوسطنك. لا خليك، أنت لسه جرحك بليغ. يا ستي بليغ ملحن أكسجين وأنا عارفه ما بحبش. ده ناس بتاعت إنجل، ما كنتش بدخلت من قبلها. ما كنتش أتوقع إن الطعنة تيجي من أقرب الناس ليا. أنا يعني تواخد المسألة على الزوز عندك ليه؟ في إيه؟ مساء الخير سعيدة. عاجبك كده تسبتها بوشك المطربق ده على الصبح؟ يلا اتفضل اجري بقى.